She can't run any of my company. It's Rubio. I need water. Help me. I need water. He's a nasty guy. على المنصة يقف مسيطرا، يهزأ من باقي المرشحين ولا يهتم لأي كياسة أو بروتوكولات. فالهدف أمام عينيه واضح، وهو كشف المستور وتدمير الخصم. هذا هو الرئيس 45 الذي يطمح ليعتلي كرسي الرئاسة في الانتخابات القادمة. دونالد ترامب بدأ يعد العدة لمهاجمة أكثر المرشحين الجمهوريين جدية في تشكيل خطر عليه، حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس. رون دي سانتيس هو أخطر منافس لدونالد ترامب. لقد اتخذ الكثير من سياسات ترامب ووضعها موضع التنفيذ، وهو حقا يستميل إلى الأشخاص الذين قد يدعمون دونالد ترامب بطريقة أو بأخرى. لذلك في هذا الصدد دي سانتيس هو التحدي الأكبر لترامب. خطة ترامب تعتمد على 3 عناصر. الأولى إظهار دي سانتيس بأنه يفتقد إلى الولاء، الثانية تخبطه في التعامل مع ملف كورونا، والثالثة ضعفه في ملفات السياسة الخارجية. أعتقد أن دونالد ترامب سيفعل كل ما في وسعه لجعل رون يبدو وكأنه المرشح الخطأ للحزب الجمهوري، والسبب في ذلك أن دونالد ترامب بصفته رئيس الحزب الجمهوري خسر الانتخابات 3 الأخيرة، لم يحصد الحزب نتائج جيدة، خسر الحزب الجمهوري الأكثرية في مجلس الشيوخ في عام 2022، وخسر الحزب أيضاً الانتخابات الرئاسية في عام 2020، لذلك يعتقد الكثير من الناخبين أن الوقت قد حان للتغيير. ترامب يرى أن دي سانتيس من صنيعته، فقد كان مرشحا مغمورا إلى أن قام ترامب بدعمه ماليا وسياسيا، إلى جانب ارتباكه في التعامل مع فيروس كورونا، من إغلاق للمدارس والمحلات التجارية إلى فتح عام أدى إلى نسب إصابات قياسية. موضوع حرب أوكرانيا أظهر ضعف حاكم فلوريدا من وجهة نظر ترامب، فهو لا يقر بالإنفاق العسكري لأوكرانيا ولا بجدية بوتين في تحدي حلف شمال الأطلسي. استراتيجية ترامب تعتمد على تدمير الخصم الجدي، لذا فهو لم يتطرق إلى نية مايك بينس بالترشح أو حتى وزير خارجيته السابق مايك بومبيو، فهو يحتفظ بهذا الخيار إلى مرحلة قادمة. نادية البلبيسي، الحدث، واشنطن.